اليوم نحن بدنا نحكي عن البواب، بدنا نحكي عن البواب لأنه دائما بيجينا ناس أو دائما بيكون عندنا مشاكل بنشوف بالورش يلي بنروح عليها، بنشوف البواب يلي مركبينه بيكون بنية جديدة مرات، سوري لنقول هيك، بس بيكونوا البواب عن جد بحالة كتير 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 مش مرتبة. والباب تيصير مرتب ما بده قصة كبيرة، فاليوم نحن رح نضوي على هذا الموضوع، رح نحكي عنهم. نحكي عن إذا بدكم الباب الأبيض يلي هلا أنا واقفة حده يلي هو فيري سمبل دور، بس قد ايه هو سامبل، قد ايه بيقدر ينشغل مثله مثل حيالله باب، باب المدخل قد ايه مرتب بالدهان بكل شيء. فينا نشتغل على الباب الانتيريور الابيض بين الاوض او يلي هو بده يكون الكومن دور تبع كل الشقه بذات البرنسيب، والكلفه بتضلها ذاتها لانه الناس بتفكر اذا نحن ركبنا باب ام دي اف ورجعنا دهناه بالفرشايه رح يكون كثير ارخص. يمكن بيكون شوي ارخص بس على اللونج ران على الوقت الاطول بضلوا مش مرتب، وبنضلنا نرجع نقول يا ريت فينا نغير هذا الباب. فبليز اليوم خلينا نركز ونشوف. هذا الباب سمبل ابيض مفروز على مكانات، سماكته مثل سماكته 4 سم. الحشوه تبعيته مشان الصوت، نحن كثير اوقات وقت بنفتح الباب وبنسكره او بندق عليه بنحسه فاضي، هو الحشوه تبعيته كثير مهمه مشان ما نسمع بعضنا من الاوض. في مصيف قدد بيكونوا بقلبه اكيد وبيرجع بيتلبس بالام دي اف، بيرجع بيندهن بيندهن بس بيندهن بينرش رش وبالاخر بينعمل له لاكرينج. لاكرينج هي البرودوي اللي بالاخر بنحطها كرمال ما ينجرح بسرعه الباب. هول الاربع خمسة ستبس اذا بينعملوا على مهل بيطلع لنا هذا الاند ريزلت. بفتكر كلنا بكون عندنا بواب حلوين ببيوتنا.